موعد أذان المغرب اليوم. موعد إفطار اليوم الخميس 10 أيام شهر رمضان المبارك يأتي أذان المغرب في الساعة 6:27 مساء، والعشاء والتراويح في الساعة 7:49 مساء. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. اليوم الإخبارية أخبار على مدار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.